هو ما هوش عمل لك بالرسمي سول، هو ربح فيك بالسول دون من غير سول. الشعب التونسي انت تشوف فيه يلبس، ما هوش يلبس راه بالرسمي، ما هوش يلبس لبسه من الفريب خير من اللبسه اللي بالسول اللي تحكي عليها انت. الشعب التونسي غلط، راه قاعد تشري في لبسه مذرحه. خليني ساكت مش خير، صيح ولاتي كلنا نلبس من الفريب، علاش نكذبوا؟ خلونا كان نفس ذاك هو السولد الوحيد اللي معناتها في تون. عسلام عسلام اخويا، مرحبا بك. عملت طلع على سولد ولا مازال؟ عملت طلع، ما فماش سولد ديجا. انت واش تقولي معناتها 20% 25% الاخر يحط لك 30% الاخر يحط لك 50%؟ مية كتجي انت تشوف في السوم الصحيح معناتها بقد ايه هو شاريها، مش تلقاها صاحبي ماهوش عامل لك سولد. هو ماهوش عامل لك بالرسمي سولد، هو ربح فيك بالسولد ولا من غير سولد، فاهم القصة ولا؟ تو انت مثلا جيت تبيع تشري تليفون تشري ب 500 وحاطه ب 800 وباش تعمل سولد باش تبيعه ب 700، شنو هي سولد اللي عملته؟ فاهم ولا؟ قص معناتها انت تربح وغيرك اش باش يعمل بالله؟ تو انت باش تشري معناتها تريكو تشري معاه شورت تشري معاه سبادري، قداه باش يطلعوا لك هذوم؟ بوتيك صحيحة صحيحة نحكي لك، معناتها باش تطلع لك اقل شيء 800 900 سولد هذا يسمى. الشعب التونسي انت تشوف فيه يلبس، ماهوش يلبس راه بالرسمي ماهوش يلبس. انت باش تقولي هذيك لبسه ماهيش لبسه اصلا، كي نشوفها ما نلبسهاش يعني بالرسمي، حاط لك سولد على اللبسه هي ما تشريهاش. تو انت مش باك تمشي تشري مثلا لبسه من الفريب، لبسه من الفريب خير من اللبسه اللي بالسولد اللي تحكي عليها انت. انا شريت مره خذيت لبسه كامله معناها طلعت لي ب 600 وحصل 600 وحاجه، مفكرها كيما هكا اقسم بالله ما شدوش عندي جمعة. ما شدوش جمعة بالرسمي. الشعب التونسي غلط، راه قاعد تشري في لبسة مذرحة بسوم غالي وما فماش سولد يا ودي، يكذبوا عليك راه رابح فيك سواء بسولد من غير سولد. امشي البس خويا من الفريب تربح وتنجح في جيبك وفي لبستك صاحبي جوك بيه، نظن الفريب تلبس منه العباد الكل صحيح ولا؟ علاش نمشي انا بوتيك خويا باش ناخذ مريول نلقاه ب 50 دينار وب 60 دينار؟ علاه صاحبي صحيح ولا؟ مانيش الكل اما ماهوش سولد. انت كباش تحكي لي هذاك سولد ماهوش سولد؟ انت حاجه مستانس تاخوها ب 300 باش يدخل لك ب 250 هي عمل لك سولد، معناتها هو ماهوش رابح؟ رابح اكيد. انا اخر معناتها مش اخر مره مثال سبيدري هذا قداه تعطيه سوم؟ انا مشيت خويا سومته نلقاه ب 375 دينار في بوتيك، 375 دينار كنقول لك كذب قداش شريته ودوخ. يا شعب التونس ما تمشيش تشري من البوتيكات، يتسيب عليك بالرسمي يسيب عليك، خاطر ريت كي تدور وتعكل وتشوف في الفريب تاخذ حاجه مزيانه. انا هذا باخذ ب 35 دينار، مشيت للبوتيك نلقاه ب 375 دينار، تعرف قداش زايده ولا؟ زايده 340 دينار ونفس الكاليتي وجو باهي صح، وما تقوليش دوزيام شوا وتروزيام شوا معناتها جو باهي من غير سولد. الرجل عمل لي سولد بالعكس، هو 45 باعوا لي ب 35 فاهم. مشيت للبوتيك خويا هاو لانك تحب نهزك ليها، خذيت هذا ب 35 نلقاها غادي وخويا طلعت قلت خلينا نمشي ناخذ حاجه من البوتيك فهمتني، جوي باهي في جيبي قلت خلينا نمشي ناخذ حاجه من البوتيك قاب 375 عليه الدعم هبطت منه ولا انها جذا خذيته ب 35 دينار. الطفله قاعدة عامله هكا، طفله متعاديه قاعدة نقيس في السبيدري قاعدة عامله هكا، خلطت عليها في برشلونه قالت لي اخي فما القياس 38، قلت لها راهو عنده 40 41 42 هما ثلاثه سبيدريات يبيع فيهم جابها ولده من برا. يا اخي خذيت خذيت الكعبه 35 دينار خو، تمشي البوتيك يكذب عليك يقول لك سولد، يكذب على العباد عليه والدعم. انت قايس سعيد في عود تسكر لك وش تسكر علينا البوتيكات هذه، خلي العباد الكل صاحبي تشري من الفريب عليها صاحبي، نمشي ناخذ مريول انا ب 2000 يطلع علي خير من نمشي ناخذ مريول يكذب علي يقول لي سولد خليني ساكت مش خير، صحيح ولا؟ كلنا نلبس من الفريب علاش نكذبوا صح ولا؟ انا هو اللي يشري لك مثلا، انا هو بالرسمي اللي تحكي لي على السولد. انا من بكري ماشي باش ناخذ مريول التراجي قال لي 179 دينار عليه يا اخي، انا نكور معاهم مانيش نكور معاهم باش ناخذ مريول وسولد. وسولد على فكره راه سولد 30% صح، ها هيك بجنبك تبيع في مريول الترجي هيك الحانوت بجنبك قال لي 179 دينار ورسول 30% معناتها. قلت له انا باش نلبس اخي نكور معاهم مانيش نكور معاهم، انا باش نلبس مريول 179 دينار نمشي نشتري برشا دبش من الفريق برشا دبش، صحيح ولا انا غلط يا خويا؟ مش نكمل
معناتها انت مصدقه حكايه السولد هكاك؟ خاطر مستحيل بشر راهو باش يطيح لك ويقول لك انا هذه انسان نبيع فيها ب 400 يقول لك لا خلينا نبيعها ب 350 خلينا نعمل سولد بالك نبيع وما نعرفش شنايا. لا مش المشكله في البيع، مش المشكله في السولد، راه المشكله في البشر، فاهم؟ البشر شناي؟ انت خويا عندك في جيبك مليون، كيما نجم تشدك جمعة، كيما تنجم تمشي تاخو بيه لبسة بالسولد اللي يحكي اللي تحكي عليه انت صاحبي وصاحبك يحكي عليه، ماهوش سولد بالرسم، يكذب عليك، ماهوش سولد في تونس. تعرف السولد في شناية؟ في النفس، خلونا كان النفس، ذاك هو السولد الوحيد اللي معناتها في تونس، اللي هو النفس، أبار النفس ما فماش سولد صح. لو تحب تمشي معايا تعمل معايا دورة ونوريك. أنا السولد ونوريك بالتليفون معناتها اللبسة هذيك قديه تشريها وقديه سومها كل شيء نعطيك بالديتاي. وأنت قول لي خويا كان فما سولد جاوبني أنت ببلاصة أنا نجاوبك، صحيح ولا غلط؟ جاوبني أنت، معناها أنا باش نوريك بالديتاي، تاخذ من وقتك معايا نص ساعة نمشي نوريك السولد ونوريك كل شيء اللبسة كيفاش وعاملين سولد وهذا 30 وهذا 20 وهذا 25 الآخر 50 الآخر 70 وصلوا 70. معناتها أنت باش توصل سولد تعمل سولد ب 70%. معناتها كيفاه 70%؟ انا باش ناخذ مثال سبيدري ب 100 دينار، معناتها ناخذ ب 30 دينار. معناتها انا باش نشوف على الانترنت نلقاه ب 10,000 المرة ولا ذاك. السبيدري هذاك نلقاه ب 10,000. ماهوش سولد بالرسمي.